أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وإليكم أبرز العناوين. صحيفة المدى العراقية: متظاهرو ذي قار يدينون انتهاك حقوق الفتى المشتوم ويدعون إلى تطهير المؤسستين الأمنية والعسكرية. القدس العربي اللندنية: لبنان انفجار هائل يضرب بيروت ويحولها إلى عاصمة منكوبة أشبه بهيروشيما. وفي تقرير للشرق الأوسط: دعوة الكاظمي إلى الانتخابات تشعل سباقا سياسيا غير مسبوق في العراق. من المقالات تكتب باهرة الشيخلي في العرب اللندنية: عشائر الجنوب للمالكي ردها علينا إن استطعت. ويكتب طلال أبو غزالة في الأنباء الكويتية: دروس من الحرب العالمية لتجنب حرب عالمية جديدة. فاصل قصير وتأتيكم التفاصيل. قالت صحيفة المدى العراقية إن آلاف المتظاهرين جددوا العهد لشهداء التظاهرات والاقتصاص لهم. ويقول الناشط المدني أحمد التميمي إن أسر الشهداء والمتظاهرين يرون أن الحكومة الحالية أخذت تلجأ للتسويف كسابقتها في تقديم القتلى إلى المحاكم المختصة. وكانت أسر شهداء التظاهرات في محافظة ذي قار كشفت عن ترفيع عدد من الضباط المتهمين بقتل وقمع المتظاهرين إلى رتب أعلى. ونبقى في المدى العراقية: متظاهرو ذي قار يدينون انتهاك حقوق الفتى المشتوم ويدعون إلى تطهير المؤسستين الأمنية والعسكرية، وذلك بعدما فعلته القوات الأمنية بالفتى المتظاهر عبر إهانته وتعريته من ملابسه وتصويره وهو يتعرض للضرب ويتلقى سيلا من السباب والطعن بشرفه وشرف عائلته، داعين إلى التعجيل بتطهير المؤسستين الأمنية والعسكرية من أتباع الأحزاب الفاسدة والفاشلة لزجها بمئات الآلاف منهم في تلك المفاصل الأمنية. وتنقل صحيفة أخبار الخليج البحرينية من معهد واشنطن: يجب الرد على تحرشات ميليشيات العراق التابعة لإيران، مضيفا أن أمام واشنطن عدة أساليب غير فتاكة لردع الميليشيات، وعلى القوات الأمريكية إعادة تفعيل نظام النسيج الأمني والتعقب الشامل للمواكب وتمكين قوات الرد السريع وإجراء تدريب دولي مكثف للأخصائيين العراقيين في مجال استخبارات الأسلحة. قالت صحيفة العربية الجديدة اللندنية إن ميليشيا عراقية مرتبطة بإيران توعدت بالثأر من الكاظمي. وتنقل الصحيفة عن لجنة الأمن البرلمانية تأكيدها أن تهديد حزب الله للكاظمي يأتي كورقة ضغط عليه لإجباره على التراجع عن خطواته في المنافذ الحدودية والتي تهدد الموارد الكبيرة العائدة لسيطرتها على تلك المنافذ. وإلى صحيفة القدس العربي اللندنية التي تناولت فاجعة لبنان، إذ أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت. وبحسب السلطات اللبنانية جاء نتيجة انفجار كميات كبيرة من نترات الأمونيوم تقدر ب3000 طن موجودة في أحد عنابر مرفأ بيروت منذ 6 سنوات. وسمع دوي الانفجار في بيروت وضواحيها وساد الذعر نتيجة مشاهد الدمار المخيفة. وفي تقرير للشرق الأوسط: دعوة الكاظمي إلى الانتخابات تشعل سباقا سياسيا غير مسبوق في العراق. وجاء في التقرير: بينما رمى الكاظمي الكرة في ملعب البرلمان لجهة تحديد الموعد، فإن دعوة الحلبوسي إلى ما سماه انتخابات أبكر بدت رميا للكرة في ملعب الجميع، وأن هناك تنافسا قويا بين رئاستي الوزراء والبرلمان بشأن الانتخابات، وأن تحديد الموعد جاء للضغط لتمرير القانون. أما الآن مشاهدينا فأنقلكم إلى الكاريكاتير.
في زاوية مقالات تكتب باهرة الشيخلي في العرب اللندنية: عشائر الجنوب للمالكي ردها علينا إن استطعت. تقول الكاتبة: محافظة ذي قار ترفض العتب الذي وجهه إليها المالكي لتشييعها وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الذي قضى في سجن الحوت بالمحافظة نفسها. وقالت الجماهير في رسالتها الغاضبة للمالكي: شيعنا سلطان هاشم وسننحر له الأضحية، فردها علينا إن استطعت. وتضيف الكاتبة: إن العراقيين خرجوا من كل مدينة لرجل عاش بطلا وقضى شهيدا من أجل وطنه وأمته، وذهب عتب المالكي وتهديداته عبثا، بل أصابه الضرر الذي أوقعته عليه ثورة أكتوبر الشبابية التحررية التي تطالب بتقديمه إلى المحاكمة على الجرائم التي اقترفها خلال ولايتي حكمه. ويكتب ماجد الشويلي في المراقب العراقي: الرأي العام العراقي والتواجد الأمريكي. ويعتقد الشويلي صعوبة الكشف عن رأي عام محلي حيال قضية شائكة ومعقدة غدت مادة دسمة للسجال والمراء السياسي كقضية إخراج القوات الأمريكية من البلاد وتحديد الموقف الشعبي منها. ويرى الشويلي أن السياسيين لهم مصالحهم بهذا التواجد، وهم يحاولون تسويق آرائهم على أنها تمثل نبض الشارع، والحال أن جل الشارع العراقي يعتقد أن التواجد الأمريكي يتسبب بتأزيم الأوضاع. أخيرا يكتب طلال أبو غزالة في الأنباء الكويتية: دروس من الحرب العالمية لتجنب حرب عالمية جديدة. يقول أبو غزالة: لعل وضعا مضطربا في العالم كفيل أن يؤدي إلى صراعات عسكرية، وأن أي حرب عالمية لا تحدث فجأة، وتوصل العالم بقيادة منتصري الحرب إلى نظام عالمي حديث يحمل كثيرا من التناقضات في موازين القوى العالمية ونفوذها. ويكمل بالقول: لقد أخذ العالم العبرة من فشل عصبة الأمم وما تنشئه الحروب من تحالفات يتبعها تقسيم جديد. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة من اسطنبول عبر الهاتف العقيد الركن حاتم الفلاحي، الباحث في مركز راسام للدراسات الاستراتيجية. أرجو تفضلكم بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. لمزيد من التعليق والتحليل ينضم إلينا من اسطنبول عبر الهاتف العقيد الركن حاتم الفلاحي، الباحث بمركز راسام للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك سيادة العقيد معنا إلى هذا الحوار. حياكم الله، تحية لكم ولمشاهدين قناتكم الكريمة. أهلا بك. نبدأ من عنوان صحيفة المدى العراقية: آلاف المتظاهرين يجددون العهد لشهداء التظاهرات والاقتصاص لهم، وأن أسر الشهداء والمتظاهرين يرون أن الحكومة الحالية أخذت تلجأ للتسويف كسابقتها في تقديم القتلى إلى المحاكم المختصة. برأيك لماذا التسويف من جانب الحكومة الحالية في تقديم قتلة المتظاهرين إلى المحاكم الخاصة؟ لا شك بأن عملية التسويف التي تجري في هذا الملف بسبب حساسيته، كونها هناك أطراف مشتركة في قتل المتظاهرين تنتمي إلى أجهزة أمنية وإلى ميليشيات كان يجب أن تكون تحت سطوة الدولة، كما أن هناك إرادة سياسية بعدم كشف الأدلة وإدانة الفاعل الحقيقي. فجميع لجان التشكيل التي شكلت جاءت بهدف عدم كشف الحقائق وإخفاء هوية قتلة المتظاهرين، خصوصا وأن هناك جهات أمنية وحكومية وسياسية متورطة لهذه العمليات وهي متنفذة بشكل كبير جدا. نعم. في ذات الموضوع، أسر شهداء التظاهرات في ذي قار تكشف عن ترفيع عدد من الضباط المتهمين بقتل وقمع المتظاهرين إلى رتب أعلى، ما تعليقك على ذلك؟
نعم، في هذه القضية أنا أقول بأنه جميع الجرائم التي حصلت سواء في هذه الفترة أو في الفترة السابقة حصلت بتواطؤ كامل ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، لذلك نرى هناك تجاهل للشخصيات التي تورطت في إصدار الأوامر لقتل المتظاهرين. يعني عندما يتكلمون أهالي ذي قار في حادثة جسر الزيتون، أكثر من 44 شهيد وأكثر من 100 جريح، وكان هناك خلية أزمة يديرها الفريق الركن جميل الشمري. هذا الرجل حتى بعد أن تم إصدار قرار بإيقافه ولكنه لم يتم توقيفه، وهو الآن يعود إلى مؤسسات الدولة بدون أي محاسبة من قبل الحكومة، سواء كانت السابقة أو سواء كانت الحكومة الحالية. نعم. عنوان آخر في صحيفة المدى العراقية: متظاهرو ذي قار يدينون انتهاك حقوق الفتى المشتوم ويدعون إلى تطهير المؤسستين الأمنية والعسكرية، وذلك بما فعلته القوات الأمنية بالفتى المتظاهر عبر إهانته وتعريته من ملابسه وتصويره وهو يتعرض للضرب ويتلقى سيلا من السباب والطعن بشرفه وشرف عائلته. بماذا تصف هكذا فعل من عناصر تابعين للقوات الأمنية والعسكرية؟ نعم، حقيقة هذه القضية يعني متعلقة ببنية تشكيل هذه الأجهزة الأمنية والعسكرية. فعندما تتقدم الهوية الطائفية على الهوية الوطنية وتكون هناك أجندة خارجية ويكون الولاء فيه إلى الحزب وإلى الطائفة مقدم على الولاء للوطن، فلا غرابة من أن تقوم هذه القوات بمثل هذه التصرفات. كما إنه الفجوة الكبيرة التي أوجدتها هذه القوات الطائفية ما بين الشعب وما بين القوات الأمنية جعلت الوضع الأمني دائما يكون غير مستقر وتكون هناك حالة من الفوضى. فعندما يتم صرف ما يقارب 64 مليار على الجيش ثم ينهار هذا الجيش خلال 72 ساعة في مدينة الموصل، أنا أعتقد بأنه يعطي صورة واضحة على أنه هناك إشكالية حقيقية في بنية الأجهزة الأمنية العراقية، ويجب معالجة هذه القضية، لأنه الجيش عندما يجب أن يكون بعقيدة عسكرية صحيحة وأن يكون فوق الميول وفوق الاتجاهات السياسية. نعم. عنوان في صحيفة أخبار الخليج البحرينية والذي تنقله من معهد واشنطن: يجب الرد على تحرشات ميليشيات العراق التابعة لإيران، وذلك عبر قيام القوات الأمريكية بإعادة تفعيل نظام النسيج الأمني والتعقب الشامل للمواكب. هل تنوي القوات الأمريكية القيام بذلك برأيك؟ وما المقصود بنظام النسيج الأمني؟ نعم، أنا أعتقد بأنه المعهد يقدم توصيات في هذا الجانب، وهم يعني يحاولون الرجوع إلى النظام القديم الذي عملت عليه القوات الأمريكية منذ عام 2003 وحتى انسحابها من العراق عام 2011. كان هناك نظام يسمى نسيج تبستري، يتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بخبرة كبيرة جدا في هذا المجال، ولها عمليات كثيرة في عملية إدارة وحماية المواكب التي تنطلق على الطرق العراقية، بما يمكنها من الوصول وتقديم الدعم اللوجستي لهذه القوافل عندما تتعرض إلى أي خطر أثناء تنقلها. وكانت هناك في الفترة الماضية الكثير من الأرسال العسكرية التي تعرضت إلى بعض العمليات العسكرية في المناطق الجنوبية، لذا هم يقدمون المشورة بأنه يجب أن يكون هناك تعاون ما بين القوات الحكومية وما بين القوات الأمريكية التي بإمكانها أن تقوم بإدخال الكثير من المنتسبين كدورات تدريبية للتدرب على عملية أمن المواكب بما يسمى النسيج أو النسيج الأمني، لإعادة تأمين قوة للرد السريع لتأمين المواكب التي تتنقل على الطرق الرئيسية أو على الطرق الفرعية بما يؤمن حماية هذه المواكب. طيب، صحيفة العربية الجديد اللندنية تقول: ميليشيا عراقية مرتبطة بإيران تتوعد بالثأر من الكاظمي، لماذا برأيك؟ لا شك هم الآن ينظرون حتى إلى الإجراءات التي يتخذها الكاظمي بأنها تشكل خطر حقيقي على هذه الميليشيات، لأن هناك بعض الإجراءات لا تروق لبعض قادة هذه الميليشيات التابعة لإيران، ورأينا احنا ردة فعل هذه الميليشيات عندما تم إلقاء القبض على 14 شخص كانوا يحاولون إطلاق صواريخ الكاتيوشا على بعض المواقع الحكومية أو بعض المؤسسات الدبلوماسية في العراق، ورأينا كيف قامت هذه الميليشيات بمحاصرة المقرات الحكومية ومقرات جهاز مكافحة الإجرام، وبالتالي هذه الميليشيات هي تعمل خارج إطار الدولة
وهي تحاول أن تفرض إرادتها بقوة السلاح، وقد فعلت ذلك في الفترة السابقة، وهي من تقوم بعمليات الاغتيال والتغول في مؤسسات الدولة. لذلك هي تنفذ أجندة خارجية، وهذه الأجندة ترتبط بإيران بشكل مباشر، التي تريد إخراج القوات الأمريكية من العراق، وتحاول أن تسخر هذه الأدوات للقيام بمثل هذه الأدوار لإجبار القوات الأمريكية على الخروج من العراق، لأنها تشكل تهديد مباشر في بقائها في العراق، سواء داخليا على هذه الميليشيات أو على إيران في الفترة المقبلة. نعم، في ذات الموضوع تنقل الصحيفة عن لجنة الأمن البرلمانية تأكيدها أن تهديد حزب الله للكاظمي يأتي كورقة ضغط عليه لإجباره على التراجع عن خطواته في المنافذ الحدودية، والتي تهدد الموارد الكبيرة العائدة لسيطرتها على تلك المنافذ. هل سيتمكن الكاظمي من ضبط المنافذ الحدودية العراقية، وخصوصا المقابلة للجانب الإيراني؟ نعم، بداية دعني أقول بأن الكاظمي فشل في ضبط الأمن في العاصمة بغداد. الميليشيات تسرح وتمرح في هذه المدينة كما تشاء، وهناك عمليات إطلاق للصواريخ الآن باتجاه بسماية وباتجاه معسكر التاجي وباتجاه المطار، وهناك عمليات اغتيالات تجري، وهناك عمليات خطف. فبالتالي من الصعوبة جدا أن يقنعنا الآن بأنه سيتم السيطرة على حدود مع إيران تمتد إلى أكثر من 1200 كيلو. أنا أعتقد بأن مسك هذه المعابر تحتاج إلى الكثير من آليات المراقبة، وتحتاج إلى قطاعات عسكرية مدربة بشكل جيد وبعيدة عن الانتماء الطائفي للميليشيات. أنا أعتقد بأنه القطاعات التي مسكت هذه المعابر هي تنتمي إلى ميليشيات مثل منظمة بدر وغيرها، يعني قوات الرد السريع. قائد قوات الرد السريع هو أحد أعضاء منظمة بدر، وبالتالي أنا أعتقد من الصعوبة جدا أن نتكلم عن ضبط هذه المعابر. نعم، لدينا أيضا تقرير في صحيفة الشرق الأوسط، دعوة الكاظمي إلى الانتخابات تشعل سباقا سياسيا غير مسبوق في العراق. وجاء في التقرير: بينما رمى الكاظمي الكرة في ملعب البرلمان لجهة تحديد الموعد، فإن دعوة الحلبوسي جاءت للانتخابات الأبكر. هل موعد الانتخابات الذي حدده الكاظمي جاء من أجل الضغط لتمرير قانون الانتخابات برأيك؟ نعم، قد يكون، ولكن بداية أقول بأنه هل من صلاحية الكاظمي أن يقوم بتحديد موعد الانتخابات المبكرة؟ أنا أعتقد بأنه هذا خارج صلاحيات رئيس الوزراء، لأنه يجب على البرلمان أن يقوم بتحديد موعد الانتخابات المبكرة، أو على الأقل أن يتشاور مع الحكومة ويتشاور مع الرئاسات الموجودة لتحديد مثل هذا الموعد. ولكن أنا أعتقد بأنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة الآن في هذه الفترة، طالما أن هناك سلاح منفلت، طالما أن هناك ميليشيات تفرض إرادتها السياسية بقوة السلاح، طالما أن الدولة غير قادرة على حماية مؤسسات الدولة، وطالما أن الفساد ينخر بهذه المؤسسات، إضافة إلى هذا بأن لها حد هذه اللحظة لم يتم المصادقة على قانون الانتخابات، وبالتالي هناك إشكالية كبيرة جدا في تحديد الدوائر الانتخابية، هناك إشكالية كبيرة جدا في التعداد السكاني، وهناك إشكالات كبيرة جدا في مسألة التوافق على قانون انتخابي يرضي المتظاهرين الذين خرجوا ولا زالوا في ساحات التظاهر. هناك صراع ما بين الميليشيات وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الأجواء بشكل عام في العراق لا تساعد على إجراء الانتخابات في هذه الفترة المقبلة التي حددها رئيس الوزراء. نتحول إلى زاوية مقالات. هناك مقال لباهر الشيخلي في العرب اللندنية بعنوان: عشائر الجنوب للمالكي، ردها علينا إن استطعت. تقول في مقالها: محافظة ذي قار ترفض العتب الذي وجهه إليها المالكي، وذلك لتشييعها وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الذي قضى في سجن الحوت بالمحافظة نفسها. كيف تنظر إلى تحدي جماهير ذي قار للمالكي؟ نعم، لا شك، أنا لا أستغرب أن تقف العشائر العراقية العروبية في الجنوب هذا الموقف الأصيل، بعيدا عن الطائفية وبعيدا عن التحزبات السياسية. فأنا أعتقد بأنه الطائفية التي أرادها المحتل الأمريكي والإيراني يبدو بأن المالكي لم يستوعب الدرس منها في الفترة السابقة، كما أن مظاهرات تشرين التي رفضت المالكي ورفضت إيران ورفضت الوفود الإيراني هي رسالة واضحة لكل الطائفيين الذين ينادون بنفس طائفي إلى أن تعود الطائفية كما كانت عليه في عام 2006 و2007، عندما دعا
دمروا العراق وخربوا نسيجه الاجتماعي طوال السنين الماضية. لذا فأنا أقول بأنه ما قامت به ذيقار حقيقة هو وقفة أصيلة لهذه العشائر التي تنتمي بعروبيتها إلى العراق بعيدا عن كل التحزبات والطائفية التي حاولوا تغريرها على المجتمع العراقي. أيضا في صحيفة المراقب العراقي يكتب ماجد الشويلي الرأي العام العراقي والتواجد الأمريكي. الكاتب يعتقد صعوبة الكشف عن رأي عام محلي في العراق حيال قضية شائكة ومعقدة، يقول غدت مادة دسمة للسجال والمراء السياسي. كيف تنظر إلى موقف السلطة والرأي العام العراقي حيال إخراج القوات الأمريكية نهائيا من العراق؟ نعم، هذه القضية حقيقة هي محط انقسام واضح في مسألة إخراج القوات الأمريكية من العراق، خصوصا بعد أن تفردت الكتلة الشيعية في إصدار قرار من البرلمان في الخامس من كانون الثاني الماضي وسط مقاطعة ومعارضة سنية وكردية لهذا القرار. إذن هناك على المستوى الحكومي أو التشريعي هناك إشكال حقيقي في البرلمان في مسألة إخراج القوات الأمريكية، وهناك أيضا إشكال آخر ما بين حكومة المالي الكاظمي التي تجاهلت رغبة الميليشيات ورغبة إيران في الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي، مما أدخل العراق في جولة جديدة من التصعيد والتوتر ما بين حكومة الكاظمي من جهة وما بين الميليشيات التابعة لإيران من جهة أخرى. أضف إلى هذا بأنه الكثير الآن ينظرون إلى التواجد الأمريكي بأنه قد يوازن أو يكون هناك محل لإيجاد نوع من التوازن مع النفوذ الإيراني في العراق، وبالتالي الانسحاب الأمريكي الآن قد يسلم البلد بشكل كامل إلى إيران، وهي رسالة خاطئة قد توجه إلى إيران وإلى وكلائها وميليشياتها في المنطقة. أخيرا في صحيفة الأنباء الكويتية يكتب طلال أبو غزالة مقال بعنوان دروس من الحرب العالمية لتجنب حرب عالمية جديدة، ويضيف لقد أخذ العالم العبرة من فشل عصبة الأمم وما تنشئه الحروب من تحالفات يتبعها تقسيم جديد. ماذا بشأن التوقعات لحرب عالمية ثالثة جديدة؟ نعم، يقول كيسنجر بأنه الحرب العالمية الثالثة ستكون شرارتها من إيران وستكون ضد الصين وروسيا وإيران مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك دراسات منذ عام 1980 تقول بأنه عام 2020 سيكون الصراع على زعامة وقيادة العالم ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهو حقيقة تحدي جدي الآن من قبل الصين التي تحاول أن تكون القوة الأولى، خصوصا بعد أن كان في الفترة السابقة نمو قدرتها الاقتصادية والتكنولوجية بشكل كبير جدا. هناك معهد للدراسات الاستراتيجية الصينية يقول فيه بأن الجيش الأمريكي يقوم بنشر قوات في بحر الصين محذرا من وقوع صدام عسكري، بحيث يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية نشرت ما يقارب 375 ألف جندي أمريكي و60% من سفنها الحربية في البحر الهندي والهادي، وبالتالي هذا يفسر بأنه المنطقة تسير نحو التصعيد. لذلك أنا أعتقد بأنه هناك تصعيد الآن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واتهامات جدية للصين في مسألة تفشي فيروس كورونا، وهناك إشكال حقيقي الآن وهناك انسحاب للولايات المتحدة الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط والتوجه إلى بحر الصين، وهو يعطي دلالات واضحة بأنه هناك تصعيد حقيقي ما بين الدول الكبرى التي يمكن أن تكون هناك حرب محدودة. هذه الحرب المحدودة قد تؤدي إلى إنشاء نظام عالمي جديد قد يكون ثنائي القطب أو ثلاثي القطب أو متعدد الأقطاب. أنا أعتقد بأنه الأمور تسير نحو التصعيد وليس نحو التهدئة. نعم، في ختام هذا اللقاء أشكرك سيادة العقيد الشكر الجزيل. حياكم الله، أهلا وسهلا. مشاهدينا، كان معنا من اسطنبول عبر الهاتف العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بمركز راسام للدراسات الاستراتيجية. لقاؤنا يتجدد معكم في الأسبوع المقبل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.